حدد ما إذا كانت النقاط على هذا الرسم البياني تمثل اقتراناً، وكاسترجاع للمعلومات فإن الاقتران عبارة عن علاقة بين عناصر مجموعة نسميها المجال وعناصر مجموعة أخرى نسميها المدى. فإذا أخذت أي عنصر من المجال لنسميه X ووضعته في الاقتران، فإن الاقتران يجب أن يخبرني ما هو العنصر المدى الذي يتشارك معه، إذا سيشير إلى قيمة أخرى. هذا هو الاقتران، لن يكون اقترانا إذا كان يخبرني حسنا. يمكن أن يشير إلى Y، أو يمكنه أن يشير إلى Z، أو لربما أنه يشير إلى E أو أي شيء آخر. هذا لن يكون اقترانا، لأن هنا هذا ليس اقترانا، لأنه ليس واضحا إذا وضعت X ما هو عنصر المدى الذي ستحصل عليه. وحتى يكون اقترانا يجب أن يكون واضحا لأي مدخل إلى الاقتران، عليك أن تكون واضحا إنك ستحصل على مخرج واحد فقط. الآن دعونا نفكر بهذا الاقتران المعرف بيانيا. إذن المدى هو أو يجب أن يكون المجال أو المدخلات الصالحة عبارة عن قيم X التي يعرفها هذا الاقتران. على سبيل المثال، إذا كانت X تساوي سالب 1، وإذا افترضنا أن هذا محور X وهذا محور Y، يخبرنا أنه عندما X تساوي سالب 1 فيجب أن يكون الناتج أو أن Y ستساوي 3. إذن طريقة كتابة هذا التوصيل يمكن أن تقول أن X عندما تضعها في الاقتران، دعوني أكتب بهذه الطريقة، سالب 1، إذا أخذت سالب 1 وأدخلتها في الاقتران F سأرمز له F، هذا ستحصل على العدد 3. ها هو X وهذا هو Y، يبدو منطقيا، تدخل سالب 1 وتحصل على 3. لنرى ما سيحدث عندما ننتقل إلى هنا. إذا أدخلت 2 في الاقتران، عندما X تساوي 2 فإن Y تساوي سالب 2. مرة أخرى، عندما X تساوي 2 فإن الاقتران يشارك سالب 2 بالنسبة لX وهو عنصر في الاقتران، يكون معرفا لاثنان وليس معرفا لواحد. فنحن لا نعلم إذا كان الإلكترون يساوي واحد، فهذا ليس معرفا هنا، إذن واحد ليس جزءا من المجال، لكن اثنان يعتبر كذلك، حيث أنه X تساوي اثنان فإن Y ستساوي سالب اثنان. إذن سأعينها مع أو أشاركها مع سالب اثنان، هذا لا يبدو صعبا. دعونا ننظر إلى هنا الآن. الاقتران معرفا أيضا على X تساوي 3، إنه يشارك 3. الاقتران يشارك أو يعين مع القيمة Y تساوي 2، هذا يبدو مباشرا. ثم الآن نصل إلى X تساوي 4، ويبدو أن الأشياء يمكن أن تكون اقترانا معرفة في مكان ما، حيث أنها تتشارك مع أشياء، لكن الممتع هنا أنها تتشارك مع شيئين مختلفين بشكل مفاجئ في هذا الشيء الذي نعتقد أنه اقتران، لكن يبدو أنه ليس كذلك. نحن لا نعلم ما هي الأربعة، تتشارك مع 5 أم تتشارك مع سالب 1. إذن هذه عبارة عن علاقة، يمكنك الحصول على عنصر واحد من المجال وتشاركه مع عدة عناصر من المدى، فإذا فعلت هذا بالتالي أنت لا تتعامل مع اقتران مرة أخرى، لهذا السبب لا يعتبر اقترانا. إنه ليس من الواضح عندما تدخل X أو عندما تدخل الأربعة هل عليك أن تحصل على 5 أم سالب 1. في بعض الأحيان نستخدم اختبار الخط العمودي لمعرفة إذا كان الرسم البياني يمثل اقترانا أم لا. عندما يتم تعريفه بيانيا هكذا، ستقول عندما X تساوي 4 هل يتقاطع الخط العمودي مع أكثر من مكانين، وإذا كان كذلك فهذا يعني أن هناك قيمتين أو أكثر ترتبطان بقيمة المجال، سيكون مخرجين أو أكثر لمدخل 4. وإذا وجدنا مخرجين أو أكثر لمدخل 1 فهذا يعني أننا لا نتعامل مع اقتران بل نتعامل مع علاقة، والاقتران يعتبر حالة خاصة من العلاقة ويعتبر علاقة منسقة جداً.